اكوا ايوه ها راح يطلع الشاي روعه. وش وذا اكوا؟ اي هذا المجال. شف 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 خل ناظره وش قول الله قول الله والله وش قول الله ناظر المويه وقول الله الله. شف شف حلو. عليكم السلام. لان شام من قولها قول عليك سلام. الحظ سلام. خلاص خلاص يقول ما ابغى يقول ما ابغى. عليك من يقول أسكر. يقول ليها معك يمين احمد بس والله اشكر. ليه قسم الله انك قمت. شوف انا كان عندي كلام مرتب شيء قمت اخترت كم موضوع شيء قال عبكم انا عشان السكر بصب على طول طلعت المفتاح انا بصب على طول بالشاي اللي قلت انا طالعني مضبوط أنا بس خلاص لا هذا وشي اي لازم اخبرك نبي قهوه شلون لا يقلب لا يقلب قهوه فهد عيان ارفع صوت ارفع ولد ارحب شاي البي البي قهوه ولا شو بقى شاي قهوه شاي اصبر دلحي والقهوه الجاهزه كل شيء لا انتم ما قصر الله فيك يعطيك مياه يا ولد ماشي اللي يجي حياه الله اللي يجي حياه الله لكن نسيت اعلم اسمك اسمك ليه ابو من لا غيرنا والله يقول غيرنا جاتك 100 نقطه والله ما تظهر شفت انقحط سؤال عميق انت اللي تكلمت انا حاولت اني ما اجاوب عليه السؤال هو يقول الرجال انا شيء ما حد يسال انت يقول ما يصير رجال لا قد يسال انت صامت ليه تبغى تقنع مستحيل لانه هو جاء على فقره ولا هو مثل غير ما تناقش انا قاعد كذا لا 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 انا شاركت حلو لا انا جيت ابي شوف سؤال بالضبط سلام يا هلا هو عنده انا بقوله كلام بالضبط يلا يلا قوموا تعال 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 هيدا العيون بنجيكم داخل بالنادي ولد الحين كاميرات مراقبه يا ولد لو تجيب الاجابه صح لا الموت اللي يبغى ليه ما تقتنع انت والله ناشف ليه ما تقتنع والله انا الشب والله انا الشب تنجيبه والله انا الشب والله انا الشب انا الحين اسمع السؤال ليه ما تقتنع والله انا الشب هذا انا فهمت كلامك انا كلامي صح انت كلامك صح من نقطه خلاص انا كلامك صح من نقطه معينه الحين انت على كلمتي تقول ما الرجال هو اللي يصلي صحيح انت كيف تناقش واحد فقط والله سؤال تدري انا شويه اجاوب في البدايه اي اهم رشبني يا رجال في سؤال في السؤال والله سؤاله محرق سؤال انا سؤال الشاهي زبطت اي بس هو قال والمعدات موجوده وسحبت علينا ما قلت ما يصير للرجال الا قلت لا 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 هو يقول المرجله عاد بدايه انا ايوه يا فهد الشاهي مزبوط والكوب قدني جايبه والحراء المعجيه المعجنات ولا نعذرك من عام المعجنات الفطاير ولا نعذرك عنا ننتظرك في الجلسه ذي وعجل ترى الشاي وعجل علينا ترى زبط والله اني تعبت وانه لا يخدر ما زبط ايوه نعم لان زودنا الورق اي نعم يلا هاجل هاجل لا والله ما اللي يبي شوف داخل عند الشباب والله ما ابي والله اني اخذها دائما لكن ما ادري وش اللي فات يا رجال والله انها مرض اسمع خلينا نصف اذا الكوب ما بيصغر والله ما تضرب يلا يمكن بيجي ولا بيصغر علينا ما تنزلها اذا شفت احسن حشرتني وانا ماني داخل بيجي اقعد لين يقنعني عطنا اللي بخطرنا عطنا الحين شاهيني الله يجمل وجهك ما عليك شعره ويجلس يقدم ما عليك ايش قصدك؟ ايش قصدك؟ قيمة تقييم ما في حاجة تستقيم كل شيء في حاجة تستقيم صح ولا لا؟ فعل عمرك يطول وكلامك وسام العصب ما يكتسر طيب طيب حسست انت؟ ابو غاز اسمع بطرس كبيت يا ابو غاز يلا جيت اشارك قناة الواقع المشهورة والله يوفق كبار العزم ويوفقني والله يوفق كبار العزم ويوفقني الله الله سلام مسبح عبود الطارف منكم سديد يرد بغازي ولا فيد انا
الربع الا ما احد عنده بنادول. قمنا الطواق اللي صبت فلوس قاعد يكون حق قرطب. لا هذا اقسم بالله فريق ابو العز ومسي بالخير على مصمم راح الرجال لازم انه اوصل له وامسي بالخير على مبارك بن فهيد شوم المنايا يستاهلون. لا لا قفل قفل وصحيبي صحيبي ابن كويع صحيبي يقول سلام كلامك على متم لقيتك ترو اللحن ذيق جيت اشارك قناه ليتك تروح لها بهوي تلعب كوره. طيب طيب لا تجي لا توهق يا اخويا ذم توهق لا لا توهق معي يا اخي لا توهق معي لا تروحوا لا تروحوا وتروح خلوها في زمال ابداع رايات السعد منشورها. ما عندي دقيقة عد بيتك الاول عد بيتك الاول عشان يجي اي بيت الاول اللي تقول جيت اشارك في قناة الواقع جيت اشارك قناة الواقع المشهورة والله يوفق كبار العزم ويوفقني ليتك تروحي لها بهوي تلعب كورة لا توهق معي وتروحي وتوهقني في زمال ابداع رايات السعد منشوره كل قرم رافقه بالطيب ويرافقني الله يخف قدرك يا ابو عبد الله. انا ما بين جديد جسم يا اخي الانسان هذا مثالي يا اخي هذا مو مثالي هذا قاعد يطلع لك صورته الزينه باحسن حالته يا اخي ما بيطلع لك مساوئه شنو تبي مساوئه انت صح ولا انا غلطان هذا مثالي هذا القناه ثانيه عجبك ها يا زين ايام هو ما نزلت منو؟ يا زين ايام اي من سبع نصهم على هالوضع كرمت هلا حي الله ابو لجين عينت مين يا سعيد؟ عينت مين؟ ولا تشلون لا تسميها لا تسمي لا تسمي لا تسمي الناقه لجين سما فوفو فوفو سمعت فيها يا رجال سمعت فيها لا ملقب انا والله سمعت فيها ها؟ سمعت فيها شنو؟ صح لسانك يعني فيصل فوفو شنو؟ فيصل تدري فوفو كذا؟ لا لا والله توني استوعب اقطع ابليسك ارحب ترى عنده تلميحات يا اخي انت لا تغلط على فيصل زميل ارحب ارحب قلنا لك لا بيرجع يلا جا يلا حيه ابو معيد رياضه يرجع يمكن يزيد يرجع اخر شيء روح المجلس الربع ها روح المجلس ونتكينا هنا بيزعجون اروح المجلس مجلس طيقة يا ولد ضيقة ضيقة ما في بالواقع ضيقة إن شاء الله لا الواقع ما في ضيقة لكن شوف لا 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 بالواقع ما في ضيقة كل مكان فيه خير مش هتقدر تغمز عينيك ها خطير أبو مساعد ها أبو خطير أبو مساعد وعليك تدري هذه ربع من القناة وأنت نص من قلبي يا بعد راس أدري وأنا وش ها
هذا النص انت نعقل هذا يا اخي هذا الرجال يا اخي قبلته من امس في قبول يا حبيبي وانت قابلك ربي يعني اي خاص يا رب والله ما ادري ايش قايله شفت ترى قابلك ربي ترى يقول سعد الطويل اي ترى شفت واحد قال الله قابلك يطق منه ما ادري يعني ما قبلني الله قابلني شو اذا قبلك الله ايش تبغى اذا قبلك الله بيقبلونك الناس في حديد بس هذا اكبر مخرج الله يقبلك يا اخي طفوا الاي او اكس شيلوا الوابس ما يفصل عادي انت خذيت الشاي انت ماشي خلنا نسمعكم 90 يوم بتجزون محاورة اسمع يا بندر وانت اللجنة يا ابو مساعد ولد بسمعكم بندر بن عويه سلام تبي تسمعنا خل نروح هناك يلا توكلنا يلا ننتظر هناك ناخذ الشاي معنا وين الشاي ناخذ الشاي معنا ترى الشاي ذا تبون الفطاير يا شباب لا خلاص ها بس اللي تحتها طلع زينه هي الهواء ما يد اللي تحت انا نبه انا ما يد اللي تحت ما اسمع اقول ما يد دي انا الله ما بعد دخلت المجلس انت صح ها اول مره تدخل جاف لا لا تعشي